معايا المهندس سيد شلبي وكيل وزارة الري بإسكندرية. برحب بحضرتك معانا يا باشمهندس. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا وسهلا. الجسر برضو مش تبعكم يا فندم؟ لا، بداية تعزينا لأهل الضحايا طبعا، وأهلنا بمنطقة السكر جميعا، بنجر السكر جميعا. نعم، وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ودعائنا أيضا المصابين بسرعة الشفاء العاجل إن شاء الله. الجسر تبع مين يا فندم؟ الجسر ده عبارة عن مسألة خاصة داخل الأملاك الخاصة بتاعت الأهالي، بعيد عن أملاك واختصاصات وزارة الري تماما، طبقا للقانون، طبقا للقانون. اللي حصل الكلام ده امبارح، اللي كان في مجموعة من الأهالي المسألة دي خاصة بيهم، بتأولهم الزمان بتاعهم، مشتركين بيعملوا عملية تطهير وصيانة أو تعميق للمجرى بتاعهم، الجسور عالية اللي هي جوانب الحفر عالية، التربة رملية خفيفة، حصل انهيار عليهم وهم بيطهروا، في جزء توفاه الله وفي جزء أصيب. طب قول لي يا باشمهندس، أنا فهمت كده من حضرتك إنه مسألة خاص وإن القانون يعني منظم المسألة دي، طب هل من ضمن التنظيم بقى إنه حتى لو تابع للأهالي ما يكونش في سلطة إشراف مراقبة متابعة، هم عايزين يعمقوا المجرى يطهروها، ده يحصل كده من تلقاء نفسهم من غير ما حد فني متخصص هو يبص على اللي بيحصل؟ لا، ده بتبقى بناء على طلبهم، أو لو في روابط اسمها روابط مستخدمي المياه على المسائل دي، هم بينهم بيشكلوا الروابط دي. بيشكلوا ايه؟ انا اطلبهم روابط مستخدمي المياه. تبقى روابط بينهم، مجموعه مع بعض. الري بيخش في حاله واحده، اذا حصل شكوى، اذا حصل مشكله، اذا حصل تعدي. بس امال فين مفتش الري ومفتش الزراعه؟ ده اللي بيبقى دورهم ايه؟ يعني هم يتسابوا يشتغلوا زي ما هم عايزين حتى لو اشتغلوا غلط ويحصل ضحايا؟ ناس خاصه بيهم يا فندم، واحد بيشتغل في بيته، في أرضه، في أملاكه الخاصة، مفيش حد يقدر يتدخل معاه إلا إذا حصلت مشكلة بينه وبين جاره، بنكلف المهندسين بيطلعوا لعينه يشوفوا المشكلة فين، وبيبدأ بناء على انتداب من الجهات الأمنية. يحصل شكوى بيبعتوا لنا رسمي، بنبعت السادة المهندسين بيعينوا في الطبيعة يشوفوا المشكلة فين، مين اللي متعدي. إنما المنطقة دي اللي حصل المشكلة على طلعة النص، بقت النصر دي تتبع وزاره الموارد المياه والري، ولا كوبري نهار ولا اي شيء في المنطقه هناك. طب بيبقى في تحقيقات دلوقتي مثلا، في مسؤوليه جنائيه يعني برضو، هل بيكون لكم دور ولا مالكمش دخل يا فندم؟ بقى لجهات التحقيق. جهات التحقيق بقى هتشوف المشكله فين. هو في كم مسأة كده يعني ملكيه خاصه؟ كتير جدا. كتير جدا، دي بتبقى مسائي درجه رابعه، درجه ثالثه. الترع الرئيسيه والرياحات والنيل والترع الرئيسيه ده تبع وزاره الري. من رايك كده يا فندم، يعني ما دام في بالشكل ده كتير بالالافات ومع حوادث من النوعيه دي، احنا مش محتاجين تعديل يعني تشريعي؟ مش محتاجين جهه تنظيميه هي اللي تكون برضو باصه ويكون عينيها على اللي بيحصل، ما يبقاش المساله متسابه للاهالي هم يعملوا لجنه يشتغلوا بايديهم فيحصل الوقائع دي والحوادث دي، نظرا اكيد ما بيبقاش عندهم الدرايه الفنيه المختصه او المتخصص؟ الري او المنطقه وزاره الري عموما ما تتاخرش عن اي طلب بابداء الراي الفني. لو طلب منها رسمي، لو طلب منها رسمي بتبدا الراي الفني. ده مظبوط، ده مش مظبوط، وبتكتب تقرير. ورايك ايه يا فندم بقى لو طلب راي حضرتك، تتساب المساله كده ولا تكونوا طرف؟ لا، ما انا مش هخش في حاجه مش بتاعتنا. لا، لان دلوقتي كميزانيه وزيره راي، ما هو ده ري وزراعه مش بتاعت مين؟ يعني انا بقول لحضرتك يعني لو استطلع رايك كده، انت شايف حادثه زي كده، فلا تبقوا موجودين وتبقوا ايديكم في الموضوع ولا تفضل ايديكم مرفوعه عن القصه؟ لا، مش شفاف خارج القصه. انا دلوقتي مش هقحم وزاره الري، مش من اختصاصها. دلوقتي وزاره الري مسؤوله عن الترع الرئيسيه والمصارف الرئيسيه. اطفال كبيره جدا تستهلك مبالغ كبيره جدا. لو قصدك كفايه اللي عندنا يعني. لا، مش ما يدخلش على حاجه القانون قال تبعد عننا نزود علينا اعباء. لا، عفوا، الحاجه الداخليه دي اما بيطلب مننا من الجهات الامنيه لما يكون في مشاكل يتاخد الراي الفني فقط لا غير. مفهوم، حضرتك وضحت الجزئيه دي يا فندم. تمام، شكرا جزيلا باشمهندس سيد شلبي وكيل وزاره الري باسكندريه، شكرا لحضرتك.